الله الرحمن الرحيم. اسم يوشع عبد الرحيم. انا مستخدم بوكالة توزيع الماء والكهرباء بريدان منذ 1990. نهار الجمعة كنا بالمقر ديال الاتحاد المغربي للشغل، انا والصديق ديالي الحسيني جالسين على هدى الله، ما جالسين كنضحكو داخل المقر. المقر مسدود داك يوم يوم عطلة. شوية تفاجئنا بالضجيج، خرجنا نشوفو لقينا الناس كتضرب بالحجر وشدة. مني سمعنا داك الصداع خرجنا نشوفو شنو كاين. كنت فاجئ بالأصوات ديال لامول ديال الحجارة وديال ضجة كبيرة. شوية تنتفاجئوا بالناس طلعوا فوق المراحيض ديال الاتحاد المغربي للشغل، راه كاين اونيفو ديال السور مجموعة ديال 15 و20 واحد فوق المراحيض وكيشيروا بالحجر، وداك الحجر فوق الرؤوس ديالنا. اخر حجرة هي اللي تلقيتها من واحد الشخص، وكنت سمعوه كيقول لي اعطيني مو اعطيني مو اعطيته تقتلو. وشوية داز شيت الوقت، لقيت راسي مليوح فوق الارض بجنب دوك لي طواليت، والناس كتجري ادروات يا كوش وكتهزين هزين ماتيريال وكيفرعوا كيدخلوا لداخل المقر. ما داوهاش في الطيحه ديالي، لان كان اول حاجه خاصها الدار يعتقوني. انا كنت في ديك اللحظه كنت في لحظه كنموت، لان هذا شرع في القتل، هذا شرع في القتل. هذيك اللحظه راه الاشخاص اللي اعتدوا عليك عرفهم، معروفين باقي عاقلين كما ينبغي. انا مصورين في الذاكره ديالي، حتى الا ما عرفش الاسماء ديالهم، هم الصور ديالهم راه معروفه، وما بيني وبينهم الناس بعاد، لان انا ما عمري اعتديت شي حد، ما عمري ظلمت شي حد. واش هذا هو النضال؟ هذا هو النضال؟ هذا هو هذه النقابه، انك تقتل الاصدقاء ديالك؟ علاش اخويا؟ جي مرحبا دخل اليوم العمل، جي دخل من باب الرئيسي، جيب الوثائق ديالك، جيب الرخصه ديال الدخول، جي دخل بلا ما دير هاد الاعمال ديال البلطجيه. تكرسوا عندنا بزاف، مشاو قتلوا لي وليداتي وما كاينش الدافية. شنو المطالب ديالك دابا؟ باش كطلب خويا؟ انا الناس هادو راه مشاو يقتلوني، وباغي انا باغي نتابعهم قضائيا الى اقصى حد. انا ما غاديش نسكت على حقي، لان الناس هادو تكرسوا عليا. ما حنوش راه الكلب الى لقيتيه قدامك وعطيتك حجره باش تضربو بحجر، انا ما نضربش الكلب قدامي. يا كلب حيوان ويجي قدامي نهز حجره ما تعطيش قادر نضربو. داكشي راه فضيع بزاف. وانا في هاد السن هذا تكرسوا لي على صحتي، اما هادي دابا حالتي راه مدهوره بزاف. تلقيت تهديدات من طرف واحد الاخ يقول صابر، هددني بالتصفية الجسدية انا ووليداتي. كيعرف المقر ديال العمل ديال الزوجة ديالي في الصناعة التقليدية ديال سلا، قال لي بانك راه في المقر ديال الزوجة ديالك وغادي نمشي وغادي ننتقم، غادي نتلاقى بك ان شاء الله تما، وغادي نتصفيها لك.
وماشي غير هو، كذلك لطفي. لطفي فداك لو جوغ مع الصباح الوقيته اللي جا عيطت لي قلت ليش هادشي كيوقع السي لطفي؟ قال لي واش انت ما خيش على ولادك؟ راه غادي يقتلوك، راه هادشي كله مسجل، راه قال لي غادي يقتلوك، راه ما غنحملوش فيك، راه كاين تسجيلات ديال هاد المسائل هادي. انا دابا راه وليت خايف على وليداتي، دابا قل ضعف صحتي، انا وليت كنوقف ما كنقدش نوقف، دابا ولا كيجيني دوران بحال شي دوار غريب ما عمرني شفتو، وهادشي راه اثر ليا على الحاله النفسيه ديالي والصحيه. دابا بنتي انا منعتها حتى باش تمشي للكليه، بنتي كان عندها اليوم الدرس في الكليه، قلت لها بنتي ما تمشيش غيقتلوك ليا، وهي اللي عندي انا ما انا انا ما يقتلوش ليا بنتي. لا ولات هاد مي ولاو كيهدوني بالصفيه الجسديه، وليت خايف على وليداتي.